مشاورنا اكيد بتكون جميله على التربويه السوريه، والاحلى من هيك لما نحن بنختار مكان جميل ورائع مثل المكان اللي انا موجود فيه لحتى يكون مشوارنا ونستمتع اكثر بهاي اللوحات الطبيعيه الساحره اللي عم تشكل مع بعض البعض لوحات جماليه، خضره جميله وبيئه جميله وطبيعه اجمل رح نشوفها، ونشوف جميع اللوحات الساحره اللي رح ننتحب فيها اليوم اكثر واكثر بجمالها. اكيد رح يكون مشوارنا جميل لانه مشوار سوري، انتظرونا الاجمل قادم. اهلا وسهلا فيك. طريقنا إلى قرية بعمرين، وكل من يقصد هذا المكان أول ما يلفت نظرة زائر في الطريق المنحدر العميق المرافق للطريق الذي يشكل واديا أخضر اللون نتيجة غناه بالأشجار الحراجية التي تشكل ما يشبه المحمية الطبيعية مثل السنديان والبلوط والعناب والغار والريحان. الطريق إلى بعمرين يبدو متعرجاً وملتوياً، وهو طريق ضيق يقودنا إلى مساحات خضراء واسعة. طبعا اللي بيلفت نظرنا مشاهدينا بمكان مكان وجودنا بقريه بعمرين الورد الجوري، واكيد اكيد هذا الورد الجوري موجود لحتى يعطي جماليه اكثر ناح البيت كجزء اساسي من الحدائق المنزليه. بهذا الخصوص انا حبيت اتوقف هون مع السيده اللي رح نتعرف عليها واللي هي على ما يبدو عندها اهتمام واضح تماما بالورود. نتعرف على حضرتك مدام. اهلا وسهلا مدام وسام. انت مثال لربة منزل بقرية بعمرين، ومثل ما لاحظنا ما شاء الله يعني عندك حديقة مليانة بالورد الجوري، فاحكي لي شو سرك مع الورد الجوري؟ أنا بحب كتير الورد الجوري، بجيبه وبزرعه، وين ما شفت وردة حلوة بجيبها وبزرعها. أنواع الورد اللي عم تزرعي أكثر شيء؟ لأنه شايف في كتير ألوان وأشكال حتى حلوة. ألوان كتير حلوة، زهر، لون سكلاما، أبيض، مخملي، بلدي. تم السمكة يعني حسب ما سيدي وسام، أنت بتزرعي الورد الجوري بحديقتك المنزلية بهدف شو؟ فقط جمالي تزيين؟ بحب الورد، هو حياتي. الورد حياة. حياة. بيعطي جمالية للبيت، يعني بستعمله بشيل منه زهورات، بعمل مربى، شراب الورد من الورد البلدي. يعني عم تعملي شيء بهدف الاكتفاء الذاتي؟ طبعا الصناعات المنزليه اكيد للبيت. هلا مثل ما لاحظت بضيعتكم بعمرين الاغلبيه عم يعتمد على زراعه الورود بالحدائق المنزليه، يعني هذا الشيء تماما في يعني احكي لي اكثر يعني عن هاي العاده بهاي الضيعه بهذا الجميل، يعني بده يجي مشوار لبعمرين فعلا هو بيلفت نظره هذا الورد. يعني انت حكيتي لي سرك عن محبتك للورد الجوري، بينما بالضيعه ككل يعني هون شو السبب؟ يعني ليش الكل عم يميل لزراعه الورد مثلك؟ هوايه. هوايه متوارثه يعني؟ ما بعرف، هي كل واحد بشغله داخليه هيدي. بحب مثل ما بيحب الواحد بيطبق على ارض الواقع يعني. تماما. أنا كضيف كزائر لهذا المكان لأول مرة أخذت انطباع كتير جميل من الورد اللي أنت زارعتيه وجيرانك وكل المكان بعمرين، فحسيت أنه كانوا في رسالة أنتوا عم توصلوها للضيف. نتعرف هيك من إحساسك مشاعرك، يعني شو أنتوا بتوصلوا؟ ضيوفنا كتير ومنرحب فيهم أيمت ما بيجوا بأي وقت يعني، والبيوتنا كلياتها مفتوحين، دخلت على بيت واحد دخلت على الكل. اسلمي، وهذا يميز ضيعتكم. طبعا مشهوره يعني ضيعتنا بكرمه، باخلاقها العاليه.
هذا الشيء لمسنا فعلا لمسنا. فأنا هلا رح خليك تكملي شغلك سيدي وسام، وأنا بدي أوجه دعوة لمشاهدينا ليتابعوا بالصوت والصورة، خلينا نقول المناظر الجميلة لهذا الورد الجميل. وفعلا يعني الورد ما بيزرع إلا ورد. تفضلي كملي شغلك، وآسف إني عطلتك. وبالنسبة لي أنا رح كمل مشواري لحتى نتابع أكثر ونتفرج على أنواع الورود الأخرى الموجودة بهذا المكان. تفضلي سيدي وسام. أثناء نزولنا من السيارة لفت نظرنا النشاط السكاني الزراعي، وأبرز زراعتها زراعة التبغ. اقتربنا من المزارعين وحدثونا عنها وعن المزروعات الأخرى وطبيعة الحياة في قرية بعمرين. أهلا وسهلا فيكم قرية بعمرين. هون نحن عندنا ما نزرع دخان، فبتشتهر القرية هون بزرع الدخان، وعندنا أشجار مثمرة زيتون تفاح وهالشغلات هيدي هي. فشغل الدخان يعني ما له شغل سهل، في صعوبة في عذاب في كذا هيك. فبنزرعه بالسكوبة، من السكوبة بنقبع، وبعد القبع بدنا نشتل، ومثل ما شايف حضرتك يعني هون كل شتليب شتلي بدنا نعطيه مي ونسقيه، وهذا الوضع يعني. وفي صعوبة يعني، ما انه ما في صعوبة، في صعوبة، بس هاي الشغل يعني، وهي العمل وهي الإنتاج هيك. وفي يعني بالإضافة لها إذا عنا الزيتون، في عنا تفاح، في عنا هالأمور هاي، بنزرع حنطة، هالحبوب كلها يعني بأنواعها. يعني عنا بالنسبة لهون للأرض، الأرض خصبة الحمد لله كتير يعني، شايف كيف. فنحن بيتم الحراف، فلاحة الأرض بنفلحها، وبعد الفلاحة بنجيب الشتل بنزرعها، شايف كيف. وبالنسبة لعنا هون يعني الأرض كتير خصبة، بس بينقصنا شوية المي يعني شوي ما كتير متوفرة فيها، مشان هالسبب هيدا نجيب مي نحن بنزرع بالتركتور وبنزرعها مباشرة هيك من نجيب المي. فهي شغلة. الشغلة الثانية يعني بالنسبة للحدائق هون يعني كل عنا جنب البيت، كل واحد بيشتغل بمجال الشغل يعني، حكم أرض هيك جو ضيعة يعني، خس، بقدونس، بصل، هالأمور هي كلياتها بتنزرع. تقع قرية بعمرين في قضاء الحفة، وهي قرية صغيرة جبلية يزرع أهلها اللوزيات والتبغ والتفاحيات وحتى البقوليات، لكن المحصول الزراعي الأول هو التبغ والتفاح لكون البيئة جبلية وتساعد المزارع على الإنتاج الوفير. وبالنسبة لأشجار الزيتون هنا تعد من أفضل أنواع الزيتون في العالم، وهذا بدوره يعطي أفضل نوع من زيت الزيتون في العالم قطعاً. يهتم الأهالي بتربية المواشي ولو كان على مستوى منخفض، لكن ينظرون إلى تربيتها بأنها ضرورة ملحة لتأمين منتجات الحليب والألبان إضافة إلى تربية الدجاج من أجل الحصول على البيض، وهذا ما يساهم بتحسين مستواهم الاقتصادي. أنا في عندي هواية من صغري تربية الأبقار،
الترمة كانت للفائدة، بس مع بعد ما كبرنا اكتشفنا يعني انه في فائدة من تربية الأبقار بالنسبة غير الهواية، انه بنستفيد من حليبها، من أجبانها، من اللبن، سوركة، بويركة، بنسوي منها كل المشتقات يعني المنتجة من الحليب، بالإضافة للحوم الأبقار نستفيد منها، بالإضافة للروس تبع الحيوانات نحطه بالأرض نستفيد منه كسواد سماد طبيعي للأرض، ومتعة هي يعني تربيته بحد ذاتها في بالضيعة، فإن الضيعة مقطوعة يعني من تعرف انت غير المدينة من هالشغلات، يعني نستفيد منها بالنسبة لأكلنا لمعيشتنا بالضيعة، وصار بربيها لحوالي فوق 25 سنة. أنا يعني عندي هواية من صغري، يعني ما كان عمري 10 سنين، فيك تقول 30 سنة تقريبا صار أنا يعني عندي هواية من الصغر فيه، بربي ومستمتع يعني بتربيته أكثر بالضيعة، والله يعطيكم ألف عافية. إذا أتيت عزيزي المشاهد بقصد زيارة هذا المكان وفي هذا الوقت في فصل الربيع، سيسحرك اللون الأخضر وتدرجاته من الأخضر الفاتح للأخضر المصفر الداكن، وهذا يعود لنوع اليخضور الموجود في أنواع الأشجار المتنوعة، إضافة إلى وجود الكثير من النباتات العشبية والأشجار والشجيرات التي تبدو أزهارها متفتحة وتمتزج ألوانها مع هذا البساط الأخضر لتعطي أجمل لوحة طبيعية. أهلا وسهلا فيكم في قرية بعمرين التابعة لمنطقة الحفي، وأهلا وسهلا بالتربوية الفضائية السورية التي تقوم على نقل الواقع لقرانا في ريف محافظة اللاذقية. أنا محمد شعبان مدير ثانوية الشهيد حيدر سهيل الجردة، نشكر الفضائية على قدومها لرصد هذا الواقع التربوي والذي هو من القديم. طبعا العملية التربوية في قرانا في الماضي كانت تقوم على التعليم عند المشايخ وعند الكتاب كما كان يروي لنا أجدادنا، ثم انتقلت فيما بعد إلى القرى أو إلى المدارس المجمعة ذات الصفوف المجمعة والغرف الترابية، ومع توجيهات الوزارة واهتمامها بالتعليم في المحافظة وعلى مستوى القطر قامت بإنشاء المدارس النموذجية. الآن يوجد في المدرسة قرية في القرية مدرسة نموذجية تضم الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الصف السادس، وعدد طلابها لا بأس بها، وكادر تدريسي جيد، والواقع التربوي جيد من خلال اهتمام الأهالي والتعاون بين الإدارة وبين المدرسة إدارة المدرسة وبين الأهالي.
أيضا يوجد في الثانوية الثانوية الشهيد حيدر سهيل الجردي التي تضم حلقة الثاني والثانوي، وعدد الطلاب أيضا لا بأس بها، هناك كادر تدريسي جيد واهتمام من الأهالي، والحمد لله كل عام تكون النتائج جيدة ونقدم مستويات جيدة، والكثير نقدم نرفض العملية التعليمية في التعليم العالي بكثير من الطلاب من مهندسين وأطباء وكافة الاختصاصات الجامعية. طبعا الأهالي في قرية بعرين متعاونين من الناحية التعليمية، وهذا توارثناه عن الآباء والأجداد، والعائلات تقوم بشكل كثير يعني وتبذل جهد كثير في تعليم أبنائها سواء في القرية وفي الجامعات. طبعا القرية جميلة جدا وارتفاع عن سطح البحر بيبلغ حوالي 450 إلى 500 متر، ونحن بندعو الناس اللي بيشاهدونا حاليا أنه يقدموا للقرية وخاصة في فصل الربيع والصيف لجوها الجميل وهواءها النظيف، حيث يوجد فيها نهر مياه عذبي وينابيع كثيرة، وممكن يكون فيها المشوار لطيف ونقضي فيها أوقات سعيدة. فأهلا وسهلا فيكين وبنرحب فيكين في كل وقت تأتون به إلى هذه القرية، ويا ميت مرحبا بكم. تبدو من البعيد تكشفات صخرية، وهذا يوضح طبيعة التربة الصخرية، واللون الأبيض يوضح لنا طبيعة التربة الكلسية أيضا، وهذا يؤكد على خصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة. نبات الآس يوجد بكثرة على جوانب الطريق، وهذا هو سر الرائحة الجميلة التي تفوح في كل مكان هنا وتمتزج بعبق الأزهار البرية. إن وقفت هنا لن تسمع إلا صوت الطبيعة يترجمه حفيف الأشجار وصوت زقزقة العصافير ونفحات النسيم. جار قبل الدرب قوله نبقى اي والله نبقى كل شيء نشتغله مع بعضنا يعني نساعد بعضنا بالحصيدي بالدريس هاي بكل شيء بالدخان اذا وقت سبق وهدي عيونه ما يقوم يشتغل شغل يجول عيونه تنخلص مع بعضنا تنقوم بقى نعمل عشاء وهيك بتعرف خبز وغيره وسواده هيك كنا اي والله يعني الضيعة كانت تحب بعضها كتير نحي يعني يدعى المحال والله لك وكانوا حيك من شوي يعني ياخذوا هن راس القضيب مثل ما قالوا بعدين الغابة عم ياخذوا راس حفة الكيسي إذا خلوا هيك نتفة قصريني إذا فيها ربعة يحسبوها ربعتين وياخذوها من راس القضيب هيك يشتغلوا أرضني يا عمي كان شو نسوي نسكيت نروح نضل للعصر بالحصيدي لقى بالشت لسه أكتر والله وعدت النور في عالم تضل يمكن في عالم تنمو عالم السماء تخبيص لأنه ما فينا نسوي اثنين هركتين تنور تراب بده دق الشهر إذا بدك تخبز كل العالم عليه وتتخبز لحالك دق لحالك تراب تنور أفي كلنا كنا مع بعضنا يعني بالزرع بالشتل إذا سيفهم بعضنا هيك كلنا يم بعضنا كانت يعني ما أقول لك أنا ماني بالبيت فجارتي تاخذ ملح تاخذ طحين تاخذ زيت تقول لي أنا أخذت كذا من عندي هيك كانت كيفي يعني لو كنا نتعب يعني كنا مبسوطين والحمد لله هلق من غير شر ما كتير بقى لهم فيه هوني نزرع حنطة شعير شتل حمص عدس باقي للدبات كمان تحيريبي بيسموها هيك نبقى نشتغل تحيريبي بنا نمرطه حمص بنا نمرطه عدس بنا نمرطه بس لا الزرع حصل الأعراس نبقى كلنا يعني عزموا بعضي
ويرقصوا ويسووا أكل وهيك وشغلات، إذا لغطوا ويرقصوا وهاهو وهيك كانوا الأعراس. ويجيبوا طبول هيك هذا هيك الطبخ. والله نطبخ على الحطب ونحطوا فيه لحمة وزيت وهيك، ويخبزوا فطاير بفليفلي على التنور، ويجيبوا هيك حلو كمان يوزعوا يدوروا هيك على المرزح يوزعوا حلو. والله يرقصوا ويغنوا ونقطوا بعض يعني يحطوا للعرس نقطة، والله هيك يتسلوا لليوم يروحوا. هيك كانوا العرس عنا، لأنه ما كتير يعني ما كتير كان مثل هلق الواحد مفتح. قديمين يعني ما كتير كانوا يعرفوا الشغلة. هلق يعني بالأول نحنا ما كنا نحوي خصمة الحكي شي نعمل فيه حلو، بس هلق ما في واحد غير اللي عنده آليات للحلو لكل شيء. ما يبقى هيك يعني ما كان معنا مصاري هاي يعملوا هيك، يعني دوبة تشيلوا حالي ياخذ الله قدنا مرتين بالحساب من الرزق حتى هاي ما يعني ما نقضي حالنا. هيك كانت العادة. والله والحمد لله. تعود على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله. بعدك انت يا غالي مالي احباب الله، من بعدك انت يا أحباب غير الله، ما لي أحباب غير الله. ضمن أجواء هاي اللوحة الطبيعية الساحرة مشاهدينا، وضمن هذا المكان الجميل طبعا يلي ما منمل أبدا كزائرين من النظر له والتمتع بجمال الطبيعة الساحرة الخلابة، غادرنا قرية بعمرين ونحن حاملين معنا أجمل الذكريات اللي مستحيل ننساها. مشوارنا لليوم بيكون انتهى. لتعرفوا أكثر مشاهدينا وين ممكن يكون مشوارنا القادم، ما إلكم غير تنتظرونا ببرنامجكم مشوار سوري، وتذكروا دائما أنه مشوارنا هو الأحلى لأنه ببساطة هو مشوار سوري. على المحبة نلتقي، إلى اللقاء.